Maintenant, on doit inviter notre invité d'honneur, président du Maroc, représentant de notre calife. Il doit faire le discours ouverture. Nare Takbir! Nare Takbir! Jamaate Ahmadiyya Maroc! Jamaate Ahmadiyya Mali! Jalsa Salana Mali! Nare Takbir! Allahu Akbar! أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحضور الكريم سيدي أمير جماعة مالي أعضاء مجلس عاملة جماعة مالي المبشرين الأحمديين رئيس الجلسة السنوية التاسعة أيها الضيوف الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبل أن آتي عندكم هنا إلى مالي لكي أشارككم هذا الحفل الروحاني البهيج كنت في بوركينا فاسو لأحضر الجلسة السنوية 25 مع إخواننا الأحمديين هناك وفي هذه الجلسة رأينا مشاهد ربانية عظيمة رأينا استجابة دعاء الخليفة أيده الله بنصره العزيز ففي الأيام الأولى أيام الاستعدادات قبل الجلسة كانت هناك حرارة مفرطة أكثر من 45 درجة حرارة والإخوة الأحمديين الخدام والصاهرين على الجلسة قد عانوا الأمرين بسبب تلك الحرارة فكتب أمير الجماعة هناك إلى خليفة المسيح الخامس سيدي ميرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز رسالة من أجل إنجاح هذه الجلسة السنوية وبالفعل في اليوم الأول للجلسة أي يوم الجمعة جاءنا من الله سبحانه وتعالى تأييد حيث غممت السماء وغطيت الشمس وكان هناك جوا رطبا جميلا والحرارة لم تتعدى 33 درجة فلله الحمد والمن على ذلك président meme ka discours ke ayaka kuma damane seria kura kura ne ka donc of ko fengor mangan batwe follow subhanahu wa ta'ala ani asira allah subhanahu wa ta'ala kelimantiala asira ka donc of ko kuti muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah subhanahu wa ta'ala ka jonlo ani allah subhanahu wa ta'ala ka kiden wo seria kura kura ne ko fe أي تغاين الله سبحانه وتعالى في كبو الشيطان ما الشيطان من جنة كبو الله سبحانه وتعالى كالنمانا سنين الغطو باركما فربا نما مسا نما كرن كرن مسا وطمنا كوفة أكو أكا فوني وطانبه كنياسي مالي جماعت أميرم ما وطمنا كوفة ane malikona jamaate majlis amila ka fon bulu fanaye wote mena ko fe aka fone be mabawmu nana kana nirota nga jalsala yano aka fon bo belejeni wote mena ko fe mamu belejeni boro ko sigi dawla kana sigi ni jalsana kan nirota en jalsana ko aka fon bo belejeni
أكوتشينا أن سيغني بي سيغدا مينا كرين كرين نيا فانفي سيغدالو أكو سيغداني أبكى نا كرا أمي الله سبحانه وتعالى كبكو أمي شيرا أوكا أكوتشينا ينا لكا نيارو لكا نيروتا أنا نجلسنا ale kun tara ka ta nirota burkina jalsa muga ane durnana akochena yene jalsa ga damna labem ka ka kuma mina akola subhanahu wa ta'ala isriya shiria ofin yirami kabakoye ako jalsa labem damna na kuma mina tle kun ga farko ju futle finteni degre resere fo binan anduruma أكو كابنا أميري أوي أميري لترس سبكة أشي حضرت خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصر العزيز يسا أكاد دعوك جلسة من السكة تمهيرا لا تقول منا أني ماو بسكة جلسة براو أني كنا جلسة نا وبنا كلا فيرا تقول منا شنا ولتن سين خليفة ما جلسة دامنا دون فلو ako kabanoro sinaka sangolomna kabanoro ni bonna ait let datugu na dobora finteni degre la fakata se bisaba anisaba ako chena ni kabakole Allah subhanahu wa ta'ala kabako benjira ane khalifa baraka miye hadrat khalifat al masih al khamis ayyada Allah ta'ala bin nasr al aziz ayi duwo munke o sirala o baraka ira faraka o jalsana dare takbir ahmadiyya zindabad ahmadiyya zindabad ulati muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam wa laqad ra'ayna min ta'yidati allah subhanahu wa ta'ala min al mu'jizat al kathir وأقص عليكم واحدة منها. فأحد الخدوة وأحد الإخوة البوركينابيين الحاضرين في الجلسة رأى في المنام أيام الجلسة بأن أربعة ملائكة أخذته من بيده وبدأت تحف به على مكان الجلسة وتقول له هذا هو الإسلام الصحيح، هؤلاء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الغد كان من المبايعين. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أكوتشينا أن سيران بي الله سبحانه وتعالى دمعوكا أناكا كبكوكوكا أكوابنا ناني كيسا دويكو فأونينا كرنكرنا الله سبحانه وتعالى دمعوكا أناكا كبكوكو جيراننا أكو بركنا فاسو ينو ألي ترى نيروتا جلسة مينا أكو بالمانكي دولة مينكونا ناكا نيروتا جلسة لا وبالمانكي جلسة دامنا ندومينا aishi kudoke wosi kuina meleke nallo nanaka namna abulula noboka jalsa kake ka jalsa yoron munmunnai ani okeni na uyafanya na kochena akon nile Allah subhanahu wa ta'ala je kule nile islamia yire yirele don meleke uyi ataka munmunnai noboka ndakuran fanyana akwa duksaje kemi ni sikoni annana kana bayata luna kana bulo da imam mahdi alayhi salatu wassalam bulo wa ana kadhalik hadatha li hadathun uridu an usharikakum iya fa indama ja'atni risalat ad-da'wa likay adhhab ila jalsat burkina faso wa jalsat mali dhanantu أن الذهاب إلى بوركينا فاسو يكون بدون تأشيرة
فاتصلت بأمير الجماعة في بوركينا فاسو وقال لي لا عليك، سنجهز لك تأشيرة عندما تصل إلى مطار وغادوغو. إذن عملا بهذه ذهبت إلى مطار الدار البيضاء، وفي جواز سفري لم تكن هناك أي تأشيرة لدخول بوركينا فاسو. ذهبت إلى مراقبة الجوازات فأعطيت جواز سفري، أخذ الشرطي الجواز وبحث ولم يجد تأشيرة إلى بوركينا فاسو. فقال كيف تريد أن تذهب إلى بوركينا فاسو بدون تأشيرة؟ قلت له لا، لقد عندي رسالة من مصالح الجوازات في بوركينا فاسو تقول بأنني يمكنني أن أدخل. فقال لي هل أنت أحمق؟ لكي تذهب إلى بوركينا فاسو يجب عليك أن تتوفر على تأشيرة في جواز سفر، لا يمكنني أن أدعك تذهب إلى الطائرة. أكو نكرة كورة من كرة ليرة كرة كرنا أكو أكدالي أكو كوين فأونينا أكو كممنا إلى ترسرو كبو خليفة في كفالي ينا كوالي كتا نيروتا بوركينا جلسلا أني مالي جلسلا أكو تينا كممنا إلى ترسرو نانالي كما دون كاجرا كفوكو makanga vizata nebe kata Burkina alikanga vizata meka ko onye Burkina amir mi jamaat amire aya fali nyana ka jira ka ko tiena ako obina Burkina visa labaye nanana ob visa dama do ko dumina le wulla kata aeroport la ofe no maroke yasa kaseka ambianta kata Burkina. Ako obi passeport contrôleur yoro mena ale tracé or la donc pour ce qui est passeport mena ka laje ay passeport ou dayle ka tal ay visa ta ko no asina kanto akanto alema ko yala ko en normal ya ko bi siga ta or la chujuma ne passeport ne visa ti ko donc pour ce qui est ale jamin wo da ko yan le. فقال للشرطي يجب أن تذهب إلى المسؤول الكبير، لا يمكنني أن أتركك تذهب إلى الطائرة. فذهبنا عند المسؤول الكبير فشرحت له الموقف، فبدأ يتكلم في الهاتف مع من هو أعلى منه مسؤولية، وبعد 5 دقائق جاءه الأمر بأن يتركني أنا وزوجتي نذهب إلى الطائرة. فعندما أقفل الهاتف قال لي هذا المسؤول، منذ أن بدأت أشتغل في المطار لم يحدث مثل هذا من قبل، لم يحدث أن ذهب شخص إلى بلد آخر وذلك البلد يتطلب التأشيرة وهو ذهب بلا تأشيرة، هذا غريب. أكو بولسكين بنا بولسكين قوات نصرات دالما يسالي كتادو أنفينا ayale aku ayikuin blakata nyama bama kuin tara nyama bama kumamena nyama bafana le fana yewele neke mamba le fana sanfe otura nubukuma amame minti duru kibalana na walma ya maria na naku kasra dale na musoma kwa tado anven kwa nana aku kabne nyama bami mbu orla li aku kabne alibu barakere ariporla orla ale nyamae kwa masimana kafuko katu kata do anvien kon visa table walma ya maria direko visa na dama orola kwa nyoma dele kaka alla kay koni le asien foloy nare takbir allahu akbar ahmadiya zindaba ahmadiya di mabok zindaba ahmadiya di burkina zindaba ahmadiya di mali zindaba nare allahu akbar mustafa. إذن ترون إخوتي أخواتي في الإسلام بأن هذا الاجتماع والحضور إلى هذا الاجتماع ليس بالأمر الهين السهل،
يقول حضرة المسيح الموعود ميرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام: لا تحسبوا هذا الاجتماع كاجتماعات عادية، إنما هو أمر قد أسس على محض تأييد الحق وإعلاء كلمة الإسلام. إن الله تعالى بيده قد وضع اللبنة الأساسية لهذه الجماعة وأعد لها أقواما سوف تنضم إليها قريبا، لأنه فعل ذلك القادر الذي لا شيء مستحيل أمامه. أقول لدو سامبال ماو أو كنا ميري كنا نجلسنا كو غوانسان لو نجلسان تكو غوانسان جلسين نفا بابا لا أكو إمام مهدي عليه الصلاة والسلام aya ye jeka ajira kafo aka $7 akwa ngana miri ka ajira kafo ni jelsa ni ko akene be ina ko nyoye gwansan lo akwa Allah subhanahu wa ta'ala yerele alle jel ko nyere brike folobla ane ayi maula be maumu masana maumu na nakana kana doni jam ni je kulunna akwa wala sa Allah subhanahu wa ta'ala yere alere ni ko ni sinse ya brike folobla anayi maula be maumu na ma kere kere mumuna na kana kana farani jama'at ninka do wala do sa kwamba den salamu angana amerika jira ka ku fitinlo ni ko bayrele. Naam ikhwati fillah, antum ya ahla hada albalad alamin, antum min alaqwam allati qala anha almasih almaw'ud alayhi as-salatu was-salam annakum satatuna fi akhir az-zaman likay tu'ayiduhu fi da'watihi وتلبوا دعوته للمجيء إلى هذه الجلسة، ولقد جئتم من أماكن بعيدة. في السنة الماضية كنت هنا في مالي وذهبت إليكم بعد الجلسة ورأيت بعيني الطريق التي تفصل بين بامكو وبين المدن الأخرى وعناء السفر وكيف تحملتم المشاق. أنتم قد تحملتم هذه المعاناة وهذا المشاق لا لشيء إلا لكي تأتوا إلى هذا الاجتماع الرباني الروحاني، وبعلو صوتكم تقولوا صدق الله، صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. أخوتينا أمبالمو أومون ناكنا نيروتا ننجلسنا أخوتينا فورا أولوما قوات اللبنة أو لبنانا كنا سلامية دمى كنا كيرا دمى أكبرينا أكوتشينا سالو عليه كنا نكنا نيروتا أنغ جلسلا ينو أكوالي مونمونا يروتشا منا أكوانا يا لجى أو برا يرو منا كنا نجلسنا أبرا يرو جاونا أنا برا يرو دولا يرو من سراو يرماي أي جليا أمي مكوسوا كنا نيروتا نجلسنا ako cena annin buka welene ke nabuka na jalsala wati min ako cena alai chefo cena aka kira sallallahu alaihi wasallam alai chefo وبالفعل لقد تكبد اخواننا الاحمديين هنا في مالي عناء السفر، ولقد جاءنا خبر محزن حيث ان رئيس جماعة بلا بلا ورسكو بلا رئيس جماعة بلا، ولقد حصل لي الشرف أن اجتمعت معه السنة الماضية. كان سيأتي هو وعائلته إلى هذا الاجتماع، وللأسف تعرض إلى حادثة سير وتوفي أخوه الشيخ أدمة رحمه الله في هذا الحادث. هو الآن يعتبر من الشهداء لأنه خرج من بلده لإعلاء كلمة الله للحضور إلى هذه الجلسة. لهذا أهيب بجماعة بلا أن تحتفظ بهذه الذكرى الأليمة كذكرى كبيرة في جماعتهم، بأنه هو أول شهيد الجلسة السنوية في مالي، هو أول شهيد خرج
من أجل رفع لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذا البلد الأليم، هذا البلد الأمين. هؤلاء مثل هؤلاء هم الشهداء، وليسوا هؤلاء الآخرين الذين يقتلون الناس ويعلون الجهاد الأصغر بالسيف ويفجرون أنفسهم لكي يقتلوا الضحايا. هؤلاء ليسوا بشهداء، بل هؤلاء مجرمون. ولكن الشهيد الحق هو هذا الرجل البطل أظمة الذي خرج لكي يحضر إلى هذا الاجتماع الرباني ويشارككم هذا المجلس ويتصادف معكم ويتقابل معكم ويبادركم ويشارككم هذا المجلس الرباني. فتذكروه في صلاتكم وادعوا له بالقبول عند الله سبحانه وتعالى، واحتفظوا بذكراه كشهيد جماعة مالي. نري تكبير محمد المصطفى، نري تكبير. أقولش أنا أمون بلجنة نانايا أشامبا بلجنة جليام ميو يسا كسكان نيروتا إنجلسنا. أقولش أنا أي جليام ميو يسا كسكان نيروتا نيا فان جلسنا. أكو كبران نانا كاجرا كفكو أمبلما أندولو ميو برا بلاكونا نا يسا كسكان نيروتا إنجلسنا. مي بلا جماعة بريزاي أنا كا دوكونا ماو. Ako sala ale kuna naka na nirota anga jelsa ila ale siraka kumbe anu uyu baruke wa ninyoanje. Ako wana atola uyu accident soro abalmanke ala yu kalfamna. Ako ala yu kalfamna na ya laje ala ini kuyemi yasa kasika na nirota njelsa na ka aung kumbe ka aung fu anga yela ninyoye. Kasigike ni nyoye. Nga Allah subhanahu wa ta'ala ya akalfamna. Ako akalfamna na ayakere shedufle. Ako sigati wola. Ako wola dunsa kwa ba yini bla jamaatu maufe. Woka ni sebe kabla. Kajira kafuko chena. Umafolo kake shedufle mamna nirota jelsala. Kwa kera ambalmanke ni emi Muhammadi. Wala dusa kwa ba yin an bele jenife. Anga duwo ke ambalmanke. Aku otimene kwa fe ni manasku ni minana. Alla yini yasa kasika na nirota ni njelsana. Dakunia kasika kwa sankurata soro miye la ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah. Alla yini balo kunyewe. Do wala dusa ambaden slama kwa nga don. Kajira kafu maumumu wuli. Kata bwongu du oyere laka maufaka kwa oyere kumfaka. Kwa te fulu mwa kwa sedunfli. Mungoso abu fulu mwa kwa ichiene ke lawli. Wolubu ta wukunya minke ni jihadu togoy. Kwa tati jihadu watufu mwa kwa sedunfli mfana. Mungwa mbalmanke mifadula ni aksidana. Abu fulu niere lwa kwa sedunfli. Kadaka alila ini miye kana niyirota ni mkwina. Ane Allah subhanahu wa talaka dakuri yabina sankurata sora chua mena. Ani mna sika na balma kumme chuo mna ka bulo do bulo ka yele nyonga ka nyonga kumme ka baruke ni nyonga. Allah ini bale kunywe. Do abu fulo mko se dufle note miu. Obu uli kata bom do era koi refaka ka maure ufaka ka faraka. Ka fuo mko chena kulu fara ala saraka atu fuo mko se dufle. Abu fulo mko le chena ke lawle. Ako wala aba yin ambele jene fe. Anga selu ukono kuma bele jena anga duwo ke ambalma kene. Balma kene mifatura. Yasa Allah subhanahu wa talaka hinara. Aka joro dama, joro mi, aka fara ak, kanu yon fanaka. Lakad sahaha ilaya al-mubashir l-islami l-ahmadi, as-sayyid Abu Bakar, jaza Allah, wa qal bi anna al-shahid ismuhu Muhammad. Idan a'tadir, leysa Adama, walakin ismuhu Muhammad. Fatubala, fa inna ismahu yuwati'u isma al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ako anga missionary mi Ustaz Abubakar sana ko kana na la hakrijgi ale ka kuma kana ko mamin kirasedufle wala mamin fatura ale ko Adama ko Adama te
ko atoko muhammad akonu sadiya bay wote mena ko fatuguni ko atoko ane kira sallallahu alaihi wasallam atoko belajine kele ako halbire allah subhanahu wa ta'ala hinara يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بخصوص هذا الاجتماع: في هذا الاجتماع سوف نهتم بتبيان الحقائق والمعارف التي هي ضرورية لتقوية الإيمان واليقين والمعرفة الإلهية. ومن الفوائد الفورية لهذه الجلسة أن الإخوة الذين يكونون قد انضموا إلى الجماعة خلال كل سنة منصرمة سوف يقابلون بحضورهم في هذا التاريخ المحدد، أي تاريخ الجلسة، سيقابلون إخوانهم الذين سبقوهم في الإيمان، وسوف تتقوى علاقات الود والمعرفة والتعارف نتيجة لقاءاتهم الشخصية. سوف نقوم في هذا الاجتماع بدعاء المغفرة للإخوة الذين انتقلوا من الدنيا الفانية خلال هذه الفترة. أقوم أسيل معود عليه الصلاة والسلام الإمام المهدي أقوم أنا كرين كرنا جلسة إنك أقوم أتنا أمنا جيجان سيكو دمجرة لا كوالا والان دي كونيا وكا ممكة صوبية أنك وانجو كا ممكة صوبية كدوفر أنا لمنياكا ane wote mena ko fe tuguni balmamu wiyo bolo de imam mahdi alayhi salatu wassalam bolo sankuru bele jenna yasa wulu fana sika sika na nirota jalsala ko balmam kumbe balmamu konno kun konna onye yasa uka sika nyon ye ka nyon don ane ka kanu ko sika jinsu oni nyonche ane o ko fe tuguni nunu ku yi alayhi salam musra fangaturu ka alayhi salana وكان سيكو وطلا وبالمو يبالمو نانا قرأي إمام مهدي عليه الصلاة والسلام أكو وطمينو كوفي أمنا جيجا أن سيكو دمجرة لا دون من كران كرنا كجرة أكو جلسة بكين دوننا أم بلا جنب فرنيوان كان كان بلو كورفلا كالله سبحانه وتعالى دلي موي مامو فاتورا سان تمنينا يسا الله سبحانه وتعالى بنا هنا ولا تشوكو منا waya so nam wo duwo ke nam Allah subhanahu wa ta'ala ka hina yini ulum manuye min fatura waya so ram faran min yonka wala ako ni le jalsa layni jalsa mi aliya damna yasa balmo ko siga kan jansa woni yonke ane doga faral li maniaka ane ko fa nga duwo ke mawi mawmu fatura sante menona alhamdulillah taruna nahnu kadalik huna fi hadhihi aljalsa qad ghumimat ash-shams وهناك نسيم عليل، فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قد رحمنا بهذا الجو المعتدل. أكو أنفنا الحمد لله نيال لجسنا نعم بيه كبانو إتلي داتو نبلا جني جلسة بركة دولي أم بلا جني سيران بقولو كانتنا إلا أنني عندي ملاحظة لرئيس الجلسة السنوية أرى بأن الناس يحتاجون إلى الماء، فمن فضلك يجب أن تضاعف الأطفال الذين يوزعون الماء حتى يتسنى للإخوة جميعا أن تكون لهم كمية كافية من الماء. أكوتشينا أليسيران مكودوكا كوبا ييني جلسة كورناتر فنجما في يسا وكاسيكا ديمسون ودوبو وكاتشيا كاسيكا جيد ماما كداكا منوما مولا نو تشارا وسيكا جيد ماما ممسكا وساكي تكبير نرى تكبير احمديه احمديه علماء مكي نرى تكبير الله اكبر. اذا كما قلت سوف ياتي الى هذا المنبر علماء الجماعه لكي يتكلمون في موضوع الوقت وهو السلام، الاسلام وموقفه من السلام وما هي الحلول التي يقدمها الإسلام من أجل السلام. ستستمعون إن شاء الله لهذه الخطب، ويجب عليكم أن تحضروا هنا حتى تستفيدون وتحملوا هذه الرسالة إلى إخوانكم الذين لم يتمكنوا لكي يأتوا إلى هنا حتى تعم هذه المفاهيم على الجميع.
على نفس المنوال، فإن خليفة المسيح الخامس أيده الله بنصره العزيز يوجه كذلك نصائحه إلى أعضاء الجماعة لكي يتحلوا بصفات طيبة، صفات المسلم الحقيقي، صفات المسلم الأحمدي الذي هو صالح لوطنه ولبيئته ولدينه، لا يؤذي أحدا، وكل مخلوق مخلوق هنا يا وكل مخلوق يستفيد من تواجده معهم. يقول خليفة المسيح الخامس أيده الله بنصره العزيز في هذا الصدد: إن الله يأمركم ألا تقتصر مواساتكم وحسن معاملتكم ومساعدتكم وإيصالكم الخير على إخوانكم وأقاربكم والمقربين منكم فحسب، بل يأمركم الله سبحانه وتعالى أن تساعدوا حتى الجيران الذين لا تعرفونهم ولا تتصلوا بهم بأي قرابة، بل كانت صلتكم ولقاءاتكم بهم عابرة مؤقتة، وإن ذلك أي هذا التصرف وإن ذلك سيؤدي إلى إنشاء مجتمع إسلامي جميل. Ako chena inakuwa kuyafo chuko mena ako yane doane karamuwa mena na kana seka na dakuri ya ufo keren keren na amu watu mena san u watu lahlia ubena kumoka islamia beka mulu fo au yana daha ire kunka ako nalo subhana wa tala sona karamuwa mena na kana ufo au yana ako temene kofe imamu madi alayhi salatu wa salam أكا خليفة دورنا مي حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصر العزيز كما بلجنا بك الله دين كون دي جماعة مهمة كرن كرن وكا جيجا وسيكو دماجرا لا ويي باويا منتا كجرا كفكو بنا جيجا وكا تورا تسيم ما سيما وكا جيجا وسيكو دماجرا لا كتاما ولاندا نوكا وكا تورا كنا سيم ما سيما كرن كرن وسيون وبيرو يرو اكاجي اسكو دماجرا لا اتوني يرو يرو ايرون كاك دا هايروي انا كاجي اسكو دماجرا لا مومو مكسر اولا انمو يري او سيون يي حلمو يري يرو كاجا اوما اي جي اسكو دماجرا لا كاسكا دا هاير جينس اتوني وچيما يرو كاك دا هاي تروفوي كنا بو او يرو كاسكا لا سوما أكو خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصر عزيز كما تشاما أبكا نلادنا كان ندي يسا داها يربنا سيكا جنسة شو منا أنا مسيكا تاما إنا كو سلاميا والاندا أبكا أون يمرا شو منا كسيكا كيسي أن داها جنسة أن يوان چه أفان بلا جنة نارو تكبير خلافة عمدية خلافة عمدية نارو تكبير الله أكبر. ويقول كذلك حضرته أيده الله بنصره العزيز: إذا تحليتم بالرحمة وخلق إيصال الخير إلى خلق الله تعالى جميعا من أجل الإحسان إليهم فقط لوجه الله تعالى ولمرضاته، فعندها سوف ينشأ مجتمع يتحلى بالسلم والحب والوفاء. أكو أبو الله حلالا حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصر العزيز أياك أفواك أكمكانا أكو ناون ينما يرى كهنا أن يوان چه أنيكا يوان كانو أنيكا هنا الله سبحانه وتعالى كدام فهم بلا جنة أنجوه كهو بلا جنة أكو نا كران الله حلالنا أبكى صوبي كيسي أني الدها وبجنسي أني نامو كوكوين كي أنغا كي الله سبحانه وتعالى كجنيني قصو أنا هنا مالا أنا أنا ماو كانو الله سبحانه وتعالى كدمكم بلجني أنا هنا ولا أنا أنا وكانو مقصو دها أنا كيسب سكا جنسة شو منا أنا مسك الله سبحانه وتعالى ركاد جنسة شو منا.
أما المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فيقول: لو تناهت إلى سمعي وأنا في الصلاة صرخة ألم إنسان يعاني، فإنني أجد في نفسي حماسا لمساعدته إن استطعت ولو بقطع الصلاة، واجدا لزاما علي مواساته بكل ما في وسعي. أقول أبو الحلال إمام المهدي عليه الصلاة والسلام ونو ياتلو ما جالي في نالبكا دوك أني نايم ما لامي مامبكا كل والما مكوب الدمنا أقول حال ناس ونالبنا كاسيري تيجي يسا كاسيكا وتاوتي دمك وتي بوا جليالا قالبوك يسا كيسي أني داها يربسيكا جينسة تقومنا. هذه إخوتي هي التعاليم التي من أجلها اجتمعنا هنا، وهذه هي النصائح التي يجب علينا أن نطبقها في حياتنا اليومية حتى نبين للآخرين ما هو الإسلام وما هو المسلم الأحمدي. هناك مقولة مشهورة للمسيح الناصري عيسى بن مريم رسول النصارى تعجبني جيدا وأستعملها كثيرا في خطاباتي، عندما قال عليه السلام لحواريه، وهذا ستجدونه في إنجيل لوقا، يقول عليه السلام: بشروا عني لجميع الأمم بأفعالكم، ولا تستعملوا أفواهكم إلا في آخر مرحلة. يعني أن الناس يجب أن يعرفوا صدق عيسى بن مريم الناصري من خلال أفعالنا لا من خلال أقوالنا، ويجب أن نستعمل القول في آخر مجال. فكثير من الناس يقولون ما لا يفعلون، ولقد أكد على هذا التعليم الله سبحانه وتعالى في القرآن حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذا نحن الأحمديين نحن أولى بعيسى بن مريم، ونحن من هو واجب عليهم أن يطبقوا تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم وواجباتنا المكتوبة في القرآن. لذا يا إخوتي يجب أن تعملوا لا أن تفعلوا، فالعمل هو الأول والآخر، وبفضل العمل سيتبين للآخرين أنكم أناس طيبون. هناك مقولة مشهورة قال أحد الحكماء: إذا وصلك عني خبر سيء وأنت تعلم أفعالي الطيبة فهذا دليل صارح بأن ذلك الشخص الذي تكلم علي فهو من الكاذبين. أكون لي ولداوي ولداومو أن اللذن كامل اللذن كامو أم بلجنين أنا يارلا يسانع سكا وولدان نو دون ani wolladene kan no yasa nga sikan tulum ba jofe nga sika barake nay akwabu wala halala nga jija on siko dama jirala nga waliyaw nga waliya belejena angoke ina kwa kan nga chukum nan no wolanda no annu ladene kan noy akwochena isa ibn maryam min chira katabani israel qawma alayhi salam kwa kadakuria dobe adakuria ne kadale kusbe alayka telga kumaka aka wanjula akwoche na Isa ibn Maryam Nouveau Testament na la jelik kono ambayi ay dakuria dofo akwa ya kantu aka mauma akwa mauma kwaita aleka chientigia aleka welene kan lase na ka waliaule aita welene kan lase analika chintia naka waliawe
ako hal na so namna kuma na nenkunye aiwo ke ko era labana aken ko fe kaka waliya nyima ujira ako na laje ni dakuryan na kena isa ibn maryam alayhi salatu wassalam aya nyine akoma ufe woka jugo nyima ane waliya nyima woka yira woko yira maula woka ke sawu ye kale ka chintigira yireye walma woka ke sawu ye kale ka chintigira yirejira ako no kera do don ko yere labana hal na so nubna wanju ke walma nubna dakuni arufeo oko oke oken ko fe ka jugo nyima yirejira walma oken ko fe ka waliya nyima yirejira ako bo la halala fana Allah subhanahu wa ta'ala fana ayi wa dakuni akile kile fana fo qur'ana kono ako ya ayyuhal ladhina amanu nafka ya kala chugo min amamu ko alli menena mun ko so abuka dakuni amen fo atika baraka woka ako kuma kan che jugera ka kuma fo atika baraka no dakuni ami ako chena wolo ko so nyine be amad skelen kelen bele jeni fe on bele jeni anga jija on se ko damajira wala ndaw mumbe kadi ane latin ka mumbe kadi anga jija ko jira anga waliyawla anga jija amana sigi sigi dawo sigi dala anga jija mauka yi anga waliyala ka jira ka ko chena nunule maye mamu wi wala nda wal maladin kan no famu ako chena madoka kuma be mi folok maye ako dundora ko kedo yafo ako ni kibara juna na lasi imaka bone ro ka jira ka ko ne ni ko jugu nke ako ni ko do ke no kunya ni funya ke wo ko jugu na kika jo adonga jira ka fko mamin nana kibara ndi matige ngalon tige lale don wala ka waliya ira jira waliya min chekan wolo be cheti ya ira jira me ka ko fo ne kan me ika ne kun kan ngai ka waliya la abu funya ke ibda kunya min fora na fasilo to wala nare takbir Allahu akbar Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Ahmadiyya zindabad nare takbir Allahu akbar fa bismillahi musraha wa mujraha inna rabbi laghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullah ko abu bulna Allah subhanahu wa ta'ala toy ane Allah subhanahu wa ta'ala badme ko wala ni akadda kuri Allah bay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرى تكبير أحمدية أحمدية دي مراك أحمدية دي بوركينا أحمدية دي مالي نرى